الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد الختان، عيد الختان، عيد من الأعياد السيدية الصغرى. كنيستنا مرتبة في مجموعة أعياد سيدية كبرى في مجموعة أعياد سيدية صغرى. سيدية يعني أعياد مرتبطة بالسيد المسيح، هي مرتبطة بحياة السيد المسيح في 33 سنة اللي كان موجود فيهم على الأرض. أفتكر إن أنا من قريب اتكلمت عن الأعياد السيدية الكبرى، هما البشارة، الميلاد، الغطاس، حد الزعف، قيامة، صعود العنصرة. ترتيبهم واضح وسهل. عيد البشارة قبل عيد الميلاد، البشارة بالميلاد، الميلاد قبل الغطاس، والغطاس في بداية الخدمة، وفي نهاية الخدمة في حد الشعانين وعيد القيامة، بعد القيامة في عيد الصعود وعيد الخمسين أو عيد العنصرة البنتقوستي. دول السبع أعياد السيدية الكبار. نعدي بسرعة بقى في السبع أعياد السيدية الصغار، بعدين ناخد كلمتين صغيرين خالص عن عيد الختان النهاردة. في ناس منكم حضروا القداس الصبح وقالوا القرايات معانا، فمعلش بدل ما نعيد القرايات أوجع دماغكم أنا بكلمتين صغيرين عن الختان. الأعياد الصيدية الصغرى أول عيد فيهم، أول عيد بالترتيب الزمني لحياة المسيح، وأول عيد في السنة الجديدة عيد الختان. بعد عيد الختان بيجي ايه؟ طلع النظارة عشان الواحد يغش شوية. النهاردة ستة طوبة، في عيد الختان بيبقى يوم ستة طوبة. عيد دخول المسيح الهيكل بعد عيد الختان بإيه؟ بأربعين يوم، أو سوري مش بأربعين يوم، بأربعين ناقص تمانية، 32 يوم، فيبقى في تمانية أمشير. لكن في النص يجي عيد عرس قانا الجليل في 13 طوبة. الستة طوبة عيد الختان، 13 طوبة عرس قانا الجليل، وبينهم كان في 11 طوبة عيد الغطاس. فدول بيبقوا ثلاث أعياد ورا بعض على طول، الختان والغطاس وعرس قانا الجليل. خلينا في الأعياد الصغيرة عشان ما نلخبطش بين الكبار والصغيرين. فاحنا قلنا الختان، عرس قانا الجليل، دخول المسيح الهيكل، بعدها خميس العهد وحد توما وعيد دخول المسيح أرض مصر وعيد التجلي. ده ترتيب وقوعهم الزمني في نفس السنة. يعني السنة دي هنعيد الختان، وبعد منه عرس قانا الجليل، وبعد منه دخول المسيح الهيكل، بعد منه خميس العهد، بعد منه حد توما، بعد منه عيد دخول المسيح أرض مصر، وبعد منه عيد التجلي. مش عايز ألخبطكم ولا حاجة، بس تعالوا نفكر فيها بترتيب حياة السيد المسيح، ونعيد ترتيب الإيه؟ نعيد ترتيب الأعياد دي بدل ما هي على سنة على 33 سنة. أول عيد فيهم هو لسه زي ما هو إيه؟ عيد الختان. تاني عيد اللي بعده لسه كنا بنقول ب 32 يوم، يبقى عيد دخول المسيح الهيكل. ثالث عيد يبقى عيد دخول المسيح أرض مصر. رابع عيد يبقى بداية خدمة المسيح عرس قانا الجليل. وسط خدمة المسيح في عيد التجلي، بعدين خميس العهد وحد توما الحد الثامن من القيامة. قولهم تاني من غير ما نتلخبط: الختان، دخول المسيح الهيكل، دخول المسيح أرض مصر، قانا الجليل، تجلي، خميس العهد، حد توما. دول السبع أعياد السيدية الصغرى. النهاردة كل سنة وانتم طيبين بنحتفل بأول عيد فيهم، هو عيد الختان.
عيد الختان في كده مرد الإنجيل بتاع عيد الختان هو اللي هنتكلم عليه كلمتين الصغيرين بتوع النهاردة. هللوا يا 4 مرات بعدين إيه؟ يسوع المسيح ابن الله قبل إليه الختان. يسوع المسيح ابن الله قبل إليه الختان. ربنا تنازل سما مجده ونزل وبقى في الهيئة كإيه؟ كإنسان، خد جسد تواضعنا كطفل صغير وقبل إليه الختان. نفسي ان احنا نتعلم من العيد ده كلمة بحاول اشتغل عليها بقالي شوية، بس ايه، واحد دماغه ما بيقدرش يقول حاضر على طول، بيقعد يفكر ويفلسف ويعمل. لكن زي ما المسيح قبل اليه الختان، نفسي يا رب النهاردة ان انا اتعلم الخضوع. نفسي يا رب ان انا النهاردة اتعلم اقول ايه، اقول حاضر. حاضر في 5 نقط. حاضر في 5 نقط. في 5 نقط الكتاب يعلمنا الخضوع في 5 نقط. كل نقطة منهم ممكن يبقى موضوع ياخد ايه، ياخد وقت طويل، بس احنا نعدي فيهم كلهم كده ايه، بسرعة بسرعة قبل ما تخلص الايه، التلت ساعة بتاعتنا. اول حاجة لازم نخضع لربنا، وخضوعنا لربنا ده خضوع ايه؟ خضوع مطلق. ربنا قال يبقى ايه؟ يبقى الواحد ينفذ، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش فصال. لكن دايما في لكن. ربنا قال، قال ده ربنا ظهر لي وقال لي فرشور هنفذ اللي ايه؟ فرشور هنفذ اللي هو قال لي. بس هو قال لتوما في الاخر ايه؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ربنا إرادته مشيئته في حياتي بيعلنها لي من خلال كلمته. يبقى أنا عايز أحط الإنجيل فوق إيه؟ فوق دماغي. ربنا بيقول فكلام الإنجيل إيه؟ كلام الإنجيل يمشي، كلام الإنجيل يمشي. بس ربنا يديني إن أنا أفهم الإنجيل على بعضه، ربنا يديني البالانس. ازاي احب ولادي من غير ما ادلعهم؟ ازاي اخاف من ربنا وافضل احبه؟ ازاي وايه والبالانس في كل ايه، في كل حاجه منهم؟ ازاي اسمع كلمه ربنا لما يقول لي ايه، من سألك فاعطه، أدور براحة شوية ولاقي إيه، ارحموا البعض مميزين. أنا بين دي وبين دي أنا يا رب بسمع كلمتك وبحاول إيه أنفذها على قد، على قد ما أقدر. أنا برحم البعض مميزين، اللي بيسألني بديله، بس أنا بميز ده بيسألني وهو دي شغلته إنه شحات، ولا ده بيسألني وهو إيه، وهو محتاج. مش كده وبس، ده في حد ما بيسألش وهو محتاج، انا محتاج ان انا ايه، ان انا اخد بالي منه وايه، واديله. خضوع لربنا يبقى الخضوع لايه؟ لكلمته. يبقى انا محتاج ان انا افهم كلمته واعرف كلمته كويس، ومحتاج ان انا اقول له انت يا رب اللي تبين لي ايه، تبين لي ارادتك في حياتي ومشيئتك في حياتي عشان اسمع ايه، عشان اسمع كلامك. أسمع كلمته من الإنجيل، وأسمع كلمته من كنيسته. يعني كلمة بنقولها بس نفهمها صح، الكنيسة والإيمان موجودين من قبل الإنجيل، مش الإنجيل من قبل الكنيسة. إنجيل آخر كتاب اتكتب فيه إنجيل يوحنا أو سفر الرؤيا حوالي سنة 95 أو سنة 100، الكنيسة موجودة من يوم 50، من سنة 33 لسنة إيه؟ لسنة 100، قبل ما الإنجيل يبقى كله مكتوب. هل أنا
بخضع للكنيسة ولا لا، خصوصا لما الكنيسة بتقول لي حاجة واضحة جدا وما فيهاش ايه، وما فيهاش فصال. الكنيسة بتقول ناخد بالنا من بعضنا، كل واحد لابس الماسك بتاعه، نعمل الضوء الصغير بتاعنا، نحط شوية سانيتايزر في ايدينا عشان الكنيسة تفضل ايه، تفضل موجودة. ونزلنا من 30% ل10 ولا ال50 مش فاكر، كان يوم واحد كده، وبعدين بنعمة ربنا رجعنا تاني 30. بنعمته برضو احنا دلوقتي 10، بس ربنا يبارك وايه ويزود. لكن لما حد يقول لي البس ماسك اقول له لا مش لابس، لا مش لابس دي مش محتاجه ايه، محتاجه لا، محتاجه ان الواحد يتعلم يقول ايه، يقول حاضر. دي حاضر للكنيسه وحاضر للايه، للدوله. دي كلمه اللي ايه اللي بعضها. خضوع لربنا، خضوع لكلمته، خضوع لكنيسته، خضوع لخدامه سواء كانوا اكليروس او شعب. ابويا الروحي بيديني نصيحه مش عشان اي حاجه هو هيستفيد منها، لكن عشان منفعتي انا، فانا احاول اتعلم وايه واقول حاضر. خادم بتاعي اللي بيخدم ولادي او بيخدمني انا بيقول حاجه برضو، بيقول من ايه، من كلمه ربنا، من السلطه اللي ربنا مديهاله، علشان منفعتي اقول له حاضر يا رب، انا هسمع كلمتك اللي انت بعتها لي في انجيلك، هسمع كلمتك اللي انت بعتها لي من كنيستك، هسمع كلمتك اللي انت بعتها لي من خدامك. قلنا هنتكلم في الخضوع في 5 نقط. اول نقطه كانت ايه، الخضوع لله. تاني نقطه الخضوع للسلطه في الرب، الخضوع للسلطه في الرب، الخضوع للايه، للسلطه، الخضوع للحكومه وللقوانين بتاعه الايه، بتاعه البلد. في كنايس عاملين زي المحل المطعم اللي في تورونتو، قال لك انا مش هايه، انا هفتح ومليش دعوه، وفي الاخر قبضوا عليه وعملوا زحمه ومظاهرات، ومش دي طريقتنا، ومش هو ده اللي قالنا عليه الايه، اللي قالنا عليه الانجيل، مش هو ده اللي قالنا عليه المسيح. نقرا مع بعض ايتين صغيرين كده هون من بولس الرسول في روميا 13، يقول ايه، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لانه ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. روميا 13:1-3. بنخضع للسلاطين، السلطه دي ايه، من ربنا، هو اللي فوق الايه، هو اللي فوق الكل. طالما ان السلطه دي في ايه، في رب، السلطه دي بتقول للشرير تتمسك وتتحبس، لو انت تمشي صح هتتمدح من السلطه. ايه تانيه برضو من معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموساوس الأولى، يقول إيه، فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. تيموساوس الأولى صح الثاني من 1-3. بنصلي للكل، ومن من ضمن الكل الحد اللي بيهايلايت عليه معلمنا بولس الرسول، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، عشان نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. الخضوع للسلطة، السلطة ما بتقولش حاجة علشان تضرنا، او ما بتقولش حاجه عكس كلام
ربنا. عكس كلام ربنا ده يدخلنا في حتة ايه؟ الخضوع للسلطة. طب السلطة دلوقتي بتقول اوكي مفيش مشكلة، اللي عايز ايه يعني الاسينشال بيزنسز، محلات الايه الويد، نروح نحشش علشان نبقى خاضعين للسلطة، ولا لا ما هو ده مفيش مشكلة، ما ايه الحشيش ممكن الواحد يشتريه عادي، فانا ايه؟ لا، ربنا الاول، خضوع للسلطة في الايه؟ في الرب. الخضوع للسلطة في الرب، الخضوع لربنا. النقطة التانية الخضوع للسلطة. خلينا نركز في حتة الخضوع للسلطة في اليومين العجب اللي احنا فيهم في موضوع الكورونا. هم مش عارفين قوي ايه اللي بيحصل، والدكاترة مش عارفين قوي ايه اللي بيحصل، ربنا عارف، وعلى قد معرفته بيدي نولج صغيرة للذين هم في سلطة. الذين هم في سلطة نعمل ايه معاهم؟ نقول ايه؟ حاضر، اقعدوا في البيت، تنزلوش غير للحاجة الضرورية، حاضر، البس ماسك، حاضر، اعمل سانيتايزر، حاضر. يا رب احنا بنسهر شوية، لكن انت اللي بتحرص، انت اللي بتحرص. ان لم يحرص رب البيت فباطلا يسهر الحراس. احنا سهرانين وبنحاول نحرص نفسنا وبيوتنا وعيالنا وكنيستنا، لكن انت رب اللي تحرص، وانت رب اللي تحافظ علينا وتحافظ على كنيستنا وتحافظ على عيالنا. تعدي الايام دي يا رب وتفتح لنا باب الكنيسة مرة تانية. ثالث نقطة الخضوع والطاعة للوالدين. اول وصية بوعد زي ما كلنا حافظين من واحنا صغيرين في مدارس احد، اكرم اباك وامك لكي ايه؟ تطول ايامك على الارض. وزي اي وصية لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه بالانس. الاولاد يطيعوا والديهم، والاباء ما ايه؟ ما يغيظوش ولادهم. مثال صغير كده هون للمسيح نفسه، بعد الختان ب 11 سنة وشوية، ب 12 سنة، ساعة ما كان رايح الهيكل مع أمنا العذراء ويوسف النجار، ويتأخر عنهم في الهيكل ويقعدوا يدوروا عليه، وبعد لما يلاقوه نقرأ كده مع بعض، يقول إيه؟ فلما أبصراه اندهش، وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. بقالهم ثلاث أيام بيدوروا عليه، مش عارفين هم إيه، هم فين، عملت إيه، عملت ليه كده؟ يرد عليهم المسيح ويقول إيه؟ فقال لهما: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهم. مش طاعة المسيح لوالديه تخليه ما يعملش إرادة ربنا، إرادة الآب. لا، أنا ينبغي أن أكون فيما لأبي. هو قعد شوية زيادة في الهيكل، يمكن هم مش فاهمين لسه، لكن إيه؟ حلو إن إحنا نبقى إيه؟ نبقى فاهمين. احتمالة الكلام يوضح الحكاية شوية. الآية اللي بعدها على طول لوقا 2:51 يقول إيه؟ ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. كلنا واخدين بالنا من ايه؟ ان يسوع كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، من الايات اللي محفوظة كتير، بس الاية اللي قبلها على طول: وكان خاضعا لهم. السيد المسيح بنفسه وقت تجسده خاضع لايه؟ لباباه ومامه. كلمة حاضر، كلمات الصعبة ان احنا نعلمها لولادنا، لكن بالبالانس الصح من غير ما نغزهم بنعمة ربنا يتعلموا الايه؟ طاعة، ويتعلموا
الخضوع. ربنا يديني ويديكم ان احنا نبقى عايشين في جو الايه، جو الطاعة والخضوع مع الاحترام، من غير ما نغيظ، من غير ما نغيظ. قلنا الطاعة لربنا، طاعة للسلطة، طاعة للوالدين، او الخضوع ربنا للسلطة للوالدين. النقطة الرابعة دي محتاجة زحمة كتير، بس ايه عبي عليها برضو بسرعة كده في 5 دقايق. الخضوع للزوج واحترام، خضوع الزوجة واحترامها زي ما بنوصي في الايه، في القداس، في القداس بتاع الإكليل، ان المرأة تخضع لايه، لرجلها. تعالوا نقرا حتة الايه، الرسالة اللي بتتقري في الوقت ده عشان نفهم فكرة الخضوع بالبالانس الايه، البالانس الصح، عشان ما نقولش ايه كنيسة باترياركال والرجالة يخضعوا للستات وكلام صعب علينا وعلى كده. الآية الشديدة اللي ما بتعجبش، افسس 5:22، ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. كلام صعب، بس يكمل ايه، لان الرجل هو رأس المرأة، الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة. تعالوا نفصص الكلام كده ايه شوية، او نكمل ايه، نكمل الكلام. المسيح رأس الكنيسة، يعني يكمل ويقول كما ان المسيح ايضا هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. الكنيسة بتخضع للمسيح ان هو رأس الكنيسة، والايه، والمرأة بتخضع للرجل ان هو هي ايه، هو رأس، رأس مش لانه مميز عنها، رأس لانه ليه دور مختلف عن ايه، عن دورها. يمكن الكلام يوضح لو كملنا الايتين اللي بعده. في 25 يقول ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة. الراس بتعمل ايه؟ الراس بتحب الكنيسة، المسيح بيحب الكنيسة، حب الكنيسة فعمل ايه؟ واسلم نفسه لاجلها، وسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. المسيح يحب الكنيسة، يسلم نفسه لأجلها، يقدسها ويطهرها ويحضرها إيه، كنيسة مجيدة من غير دنس ولا عيب. الراجل يحب الكنيسة، يبقى عنده استعداد إنه يسلم نفسه من إيه، أجلها، يعمل كل حاجة. هو مين اللي بيخضع لمين؟ الراجل اللي بيعمل الحاجة اللي الست عايزاها، ولا الست اللي بتقول حاضر وتخضع ليه؟ الاتنين بيخضعوا لبعض. الآية اللي قبل أيها النساء اخضعنا رجالكن، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الرب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الرب. إذا كانت الكنيسة بتقول أيها النساء اخضعنا رجالكن، الكنيسة برضو بتقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الرب، خاضعين لرجالكن كما للرب. المسيح راس الكنيسة زي ما الايه، الراجل راس المرأة، مسيح ايه، قدم نفسه فداء عن الايه، عن الكنيسة، قدم نفسه علشان ايه، يخلي الكنيسة تبقى مقدسة ومطهرة وبلا عيب. يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فانه لم يبغض احد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما رب ايضا للكنيسة، لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة. هذا السر عظيم، أقول من ناحية المسيح والكنيسة، أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فالتهب رجلها. في خضوع وطاعة ومحبة، ببالانس بين الإيه، بين الاثنين، الاثنين بيخضعوا
ببعض والاتنين بيحبوا بعض والاتنين بيقدموا بعض عن بعض. ربنا يدينا البالانس الحلو في كل فضيلة وفي كل حاجة نعملها. ست تتعلم تقول حاضر والراجل يتعلم يقول ايه. قول حاضر، ربنا يديكم ويديني انا اتعلم اقول ايه، اقول حاضر. حاضر ليك يا رب، انت اللي ينبغي ليك الخضوع. حاضر للسلطات، حاضر للوالدين، حاضر بين الزوج وايه والزوجة. اخر نقطة اتكلم فيها هي عن الخضوع بتواضع. الخضوع بتواضع، اللي بيقول حاضر مش اقل من اللي ايه، من اللي بيدي ايه الحاجة. في تيم مع بعضه، في جسد واحد بيشتغل مع بعضه، حد دوره ان هو يفكر في الحتة دي وايه ويليد هنا، حد دوره ان هو يفكر في حتة تانية ويليد في الحتة التانية. فنتعلم ايه نخضع لبعض بتواضع. صعب قوي ان يبقى واحد ايه هو اللي عارف كل حاجة وهو اللي دايما بيقول والناس ايه والناس بتمشي وراه. ساعتها يبقى ايه، يبقى ديكتاتور، مش ايه مش واحد عادي. لا، احنا كلنا بني ادمين، ربنا مدينا مواهب متعددة. نقول له يا رب انت اللي تعلمنا ان احنا نخضع لبعض بتواضع. كلمتين كده هون من راهب توماس الكمبيسي يقول ايه، إذا اتضع الإنسان بسبب نقائصه هان عليه تهدئة الآخرين واسترضاء الساخطين عليه. إذا اتضع الإنسان بسبب إيه؟ بسبب نقائصه. محدش فينا كامل، ربنا هو الوحيد اللي إيه؟ هو الوحيد الكامل. حلو إن أنا آخد بالي في فيا حاجة محتاجة إيه؟ محتاجة شغل. دي فيها حاجة محتاجة شغل واتضع علشان ايه؟ لما حد يبقى سخن عليا شوية اتعلم ان انا اهديه، واتعلم ان انا ايه؟ اتعلم ان انا استرضيه. الله يحمي المتواضع وينقذه، يحب المتواضع ويعزيه. ربنا ايه؟ بيحمي المتواضعين، بيحبهم، بيعزيهم، بيقومهم، هو اللي بيرفع الايه؟ يقيم من على الكراسي ويقيم المتضعين، يقيم يرفع الأعزاء على الكراسي ويقيم المتواضعين. عشان بس التواضع ما يبقاش هو ايه، ان الواحد يمشي مقتب وباصص في الارض واخطيت سامحني وحركات. التواضع يبان في ايه؟ في المحك. راهب توماس الكمبيسي يقول ايه، متواضع وان لحق به الخزي يستمر في سلام لأنه بالله يعتصم لا بالدنيا. محك ان انا اتحطيت في مكان او في موقف وزي ما بيقولوا كده اتزنقت في خانة اليك، شلت وصوت واعمل زيطة علشان اتوه اللي بيحصل. ازاي انا الايه البني ادم الكبير العظيم يغلط الغلطة دي وتتمسك عليا؟ لا، اتعلم اقول ايه، لا يا رب انت اللي سامح بكده، انت اللي تديني سلامك، يستمر فيا سلامك انه بالله يعتصم لا بالدنيا. مش موضوع كرامة، انت يا رب مرتب حتة دي هتعلم منها ايه، هتعلم منها حاجة. جملة صعبة قوي يعني التواضع في الآخر، أو صعبة، قول له يا رب أنت تدينا. لا تظن أنك أحرزت بعض التقدم إن لم تحسب نفسك دون جميع. لا تظن أنك أحرزت بعض التقدم إن لم تحسب نفسك دون الجميع. ربنا يسامحني، الواحد بيتعلم كلمتين بيبقى عايز يقولهم وإيه، بيحس انه اكبر من الناس. لا، التقدم في ان انا ايه، انا ابقى احسب نفسي دون جميع.
يعني موضوع التواضع او الخضوع بتواضع، زي ما قلنا كل موضوع منهم حكايه، لكن نفتكر سرعه المسيح يسوع المسيح ابن الله قبل اليه الختان. يوم عيد الختان نفتكر المسيح الحاضر، علم نقول حاضر لربنا بكلمته نسته قدامه، حاضر للسلطات، حاضر للسلطات في الرب. الحاجة اللي ربنا ايه مدي السلطة دي للرب، في الحاجة اللي هتفيد المجتمع وهتبعد الأشرار، الحاجة اللي هتحفظ ايه السلام بتاعنا وهتحفظ المجتمع من الأمراض ومن الوباء، والحاضر ونمشي على الايه على الحكومة بتقوله. الخضوع والطاعة للوالدين حاجة نعلمها لأولادنا من هم إيه هم صغيرين، ونفتكرها كويس، وأبائنا وأمهاتنا إيه كبروا في السن وابتدوا يرجعوا إيه يرجعوا أطفال، إزاي الواحد يتعامل معاهم إيه بخضوع وبمحبة، زي ما شالوه كتير يقدر إيه يخضع لهم شوية في سنينهم الأخرانية. ربنا يدينا كلنا الحتة دي، الخضوع والتواضع بين الزوج مراته، رجل رأس المرأة زي ما المسيح رأس الكنيسة. رأس الكنيسة مش يعني السيد بتاعها، رأس الكنيسة يعني اللي بيموت اللي بيموت عنها، اللي بيقدسها، اللي بيحضرها لنفسه عروس مجيدة بلا عروس مقدسة بلا بلا عيب. آخر حاجة الخضوع بتواضع، كل ما يبقى فيه فرصة ان انا اقول حاضر هتعلم هتعلم الاتضاع. حاضر وانفذ، مش زي انسان عنده ابنين روح نظف الحقل، واحد يقول له حاضر وبعدين ايه يكبر دماغه، واحد تاني يقول لا وبعد شوية ازاي انا قلت لا البابا فيروح ويشتغل في الايه في الحقل، في اي منهم حقق طلب ابوه. بلاش نقول لا، نقول حاضر ونايه وننفذ. ربنا يدينا يديني ويديكو ان احنا نتعلم نقول حاضر. لهنا كل مجد دائما. قول ابانا الذي خلق بسلام، بالليل بنعمة ربنا نكمل حياة التوبة والنقاوة. أبونا أنجيلوس يبقى